طيب سماحة السيد، يعني الآن هناك كما قلنا لا زلنا في موضوع التيار الصدري، وكثير من القوى تحاول الرهان على أنه يعني وجود هذا التيار قد يعيق عملية بناء الدولة، وبالتالي يعيق عملية الاستقرار باعتباره أنه يرفض كل هذه المشاريع. ومن هنا لعلك استمعت إلى تصريح بوش عندما يقول أن أمن أمريكا مرتبط بالحرب في شوارع بغداد. إلى ماذا يشير؟ إلى ماذا يؤشر؟ ما الذي يقصده في الحرب بشوارع بغداد؟ هو دائما يقول أن الأمن أو الاستقرار أصبح في العالم، أو الأمن في العالم أصبح أكثر استقرارا، أو الاستقرار في العالم أصبح أكثر أمنا، أو ما أدري شنو من هذه التعابير التي لا تمت إلى العقل بصلة. هو يقصد بها شنو؟ أمريكا، سبحان الله. لكنه جر الحرب من أمريكا إلى الأراضي الإسلامية لو صح التعبير، فصار هو أكثر أمنا. فما يحدث في العراق يرتبط في أمريكا، هو جعله مرتبطا باعتبار أنه لو استقر الأمن في العراق لاستطاع البقاء في العراق، وتمتد قواته إلى ما لا نهاية في العراق، كما نجد أنه في كثير من الدول دخل ولم يخرج. لكن أنا من قناتكم أيضا أطالب بجدولة فورية لقوات الاحتلال، ليس موضوعية أو يعني انسحاب موضوعية، فوري، لا لا، انسحاب جدولة فوري، فورية جدولة فورية، يعني تبدأ لوضع من زمن الآن. معين وفق أنا ترتيبات وتوقيتات. أحسنت، هذا يعني يصار إليه في جلسات، وفي تسألني شقد، كم سنة، 100 سنة، 100 سنة، يوم، يومين، هذا ما له علاقة، وإنما جدولة خلي نسميها أيضا موضوعية لخروج قوات الاحتلال التي هي فائدة للشعب العراقي، وبقاء القوات المحتلة في العراق فائدة للإرهابيين، لا كما يقول بوش. طيب